يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الدور، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل، وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيب، السلام على صفي الله وابن صفي، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل الأبرار، اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب البلاد وجعلته سيدا من السعادة وقائدا من القادة وذائدا من الزادة، وأعطيته مباريس الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، فقد تبازر عليهم من قرته الدنيا
وبا حده بالارزل الادنى وشرى اخرته بالثمن الاوكس وتغترس وتردى في هوى وأسخطك وأسخط نبيك وأسخط نبيك وأتى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملت الأوزار المزدوج بين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك في طاعتك دمه واستبيح حريمه اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمين عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومؤدب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عدا بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نوراً
في الأسلاب الشامخة أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المتهرة لم تنجس الجاهلية بنجاسها ولم تلبس المدلمات من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرايع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم مؤدة حتى يأذن الله لكم فمعكم معكم لا مغى عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين حسين تشنه لا حسين